الله 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 ربنا الله الله الله. أعلم أنه لا يمكنني الإمساك بالمصحف وأنا حائض، وبما أن المصحف هو عبارة عن أوراق كتب عليها بالحبر كلام الله عز وجل، فمن المفروض أيضا عدم الإمساك بأي شيء كتب عليه كلام الله كالحاسوب مثلا عندما نفتح عليه صفحة تتضمن آيات أو صورا من القرآن الكريم، أليس كذلك يا فضيلة الشيخ؟ المطلوب من الإنسان أن لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، أن لا يكون جنوبا ولا تكون المرأة حائضا. لكن هنالك فرقا بين الجنوب والحائض في هذا الباب، فالجنوب يشدد عليه لأن بإمكانه أن يرفع الجنبة بالاغتسال، لكن الحائضة ليس لها أن ترفع الحيض عن نفسها، والحيض قد يطول في العد الشرعي قد يصل إلى 15 يوما بالنسبة للشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث إحداكن شطر دينها لا تصوم ولا تصلي، الشطر هو النصف، هذا في الحد الأقصى. فلذلك إذا كانت المرأة مشتغلة بالقرآن حفظا تعلما تعليما تدريسا فالأمر بالنسبة إليها ميسور، ويمكنها أن تمس المصحف وفي كل هذه الحالات، لأنها لا تملك أن تزيل الحيض والحيض يتجاوزها. ولذلك المعلمة أو المتعلمة المشتغلة بهذا الأمر تمس المصحف ولا شيء عليها، بخلاف طبعا بخلاف الجنوبي. فيما سوى ذلك فإن مس المصحف عموما كاملا أو جزءا أو جزءا منه هو حرام لغير الطاهر. بالنسبة لحمله كاملا فإنه لا يجوز لمن ليس له وضوء. المالكية والحنفية قالوا في هذا كلاما كثيرا في هذا الباب في مس المصحف، وقالوا بأنه لا يمس في الاختيار حتى ولو بوسادة أو بشيء مما يمكن أن ينفصل عنه. لكنهم قالوا أيضا إن هنالك آيات يجد الإنسان نفسه معها أو مطالبا بها بحملها، وهذا يدخل تقريبا في حكم الضرورة. استشهدوا على هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعض الرسائل إلى ملك الروم، إلى عظيم الروم، وفيها قرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولم يأمر حامل هذه الرسالة بأن يدعها أو يتركها. وكان هنالك أيضا أمر آخر، وهو أن النقود الإسلامية كانت مكتوب فيها بعض الآيات، في بعضها كان مكتوب كما كان هنا ويل للمطففين وما إلى ذلك. لكن هؤلاء قالوا إن هذه الآيات ليست على واردة أو مكتوبة على سبيل أن تقرأ كمصحف، وإنما هي على سبيل الاستشهاد، والأمر في ذلك يجوز بهذه الحجة التي نعرف. ولكن على كل حال إذا كانت المرأة ترى أنها ملزمة من حيث أنها تتعلم القرآن أو تحفظه أو تحفظه أو تدرسه أو تدرسه، فيجوز لها أن تحمل المصحف على كل الأحوال. ومع ذلك يبقى قضية الكمبيوتر هو شيء ليس هو المسلم المباشر للمصحف، لأن أنا لا أتصور أن الإنسان الذي يكون في مثلا خزانته مصحف لا يجوز له أن يمس الخزانة. إنسان له خزانة من خشب وفيها مصحف مثل هذا الشخص الذي له كمبيوتر وفيه فيه قرآن، أي هناك انفصال، أي ليس شخصا يأخذ المصحف ذاتا. مثلا إنسان إذا كانت له خزانة في بيته يمكن أن يفتحها ويمكن أن يمسها ويفتح وفيها مصحف، وهذا ليس حراما لأن هنالك انفصال. فصاحب أو حامل كمبيوتر ويحمل مجموعة كبيرة من الأشياء من المعلومات من الأشياء المخزنة في ذلك الكمبيوتر، ولكنه ليس هو تمام حمل المصحف كما هو وارد وكما هو مفهوم من الواقع، والله أعلم.